عسلامة ومرحبا بكل متابعي تلفزة بوتيك. كما عودناكم نجيبو لكم معنا دي برودوي تحتاجوهم في كل مرة، والمرة هذه جيت وجبتوا معايا برودوي كنتوا عرفتوه كيما جربتوه، زادا مش جديد عليكم برودوي انتي دولور الحاضر معانا في تلفزة بوتيك. البرودوي هذا جربوه برشا منكم وعرفوه وجربوا ليفيكاسيتي نتاعو وعجبهم برشا برشا، والدليل انه برشا منكم عاودوا خذاو منه. خليني نزيد نفكركم، البرودوي نتاعنا مكونات 100% طبيعيه، هو مضاد لكل الام موجوده في البدن، للمفاصل، البرد، الروماتيزم، حتى لاختخوز، يساعدكم على تخفيف الالام الموجوده في البدن. مكونات كما قلنا 100% طبيعيه، وهذه اهم ميزه في لي برودوي اللي تقدمه لكم تلفزه بوتيك. نفكركم لونتي دولور نتاعنا حاضر ب 49 دينار فقط، سوم ياسر مزيان باش نجموا تتحصلوا عليه وتاخذوه، 49 دينار فقط والتوصيل مجاني حتى الباب الدار. واذا تحبوا تتحصلوا على البرودوي هذايا ما عليكم كان تتصلوا على الارقام الموجوده على الشاشه، لي كوموند نتاعكم توصلكم لحد عندكم. وباش تحصلوا على المنتوج هذايا لونتي دولور اللي فعلا اثبت انه منتوج ياسر نافع وياسر ان برودوي ديفيكاسيتي، وهذا يعرفوه الناس اللي تتفرج فينا، تتفرج في تلفزه بوتيك وتعرف المنتوج هذا وتعرف مدى فاعليته. نفكركم دونك اتصلوا على الارقام الموجوده اسفل الشاشه باش تحصلوا على لونتي دولور المضاد لكل انواع الالم موجوده في البدن. نفكركم كوسوسوا الروماتيزم، لاختخوز، المفاصل، حتى التعب بعد مجهود كبير تقوموا به في حياتكم في الخدمه، تنجموا تعملوا به مساج خفيف كل ليله ولا حتى في النهار، تمسدوا به تمسيده خفيفه وترتاحوا من الاوجاع. دونك فكركم اعزائنا المشاهدين باش تتحصلوا على منتوج تلفزه بوتيك انتي دولور المضاد لكل انواع الالم الموجوده في البدن، ما عليكم كان تتصلوا على الارقام الموجوده على الشاشه، تعديوا لي كوموند بتاعكم والبرودوي يوصلكم حتى الباب الدار، 49 دينار والتوصيل مجاني. مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال. تويكا باش نحكي وليبرتا فواياج اي سي فواياج، ونبداو بالعمرة اللي مازالت فما رحلة نهار 27 إن شاء الله فيفري والعودة نهار 12 مارس. وديما نذكركم أنه رحلات 13 إلى 17 مارس راهو فيهم كراسي إضافية بيان سور في الطيارة. العمرة ديما الانطلاق من تونس للمدينة والعودة إن شاء الله تكون من جدة إلى تونس. نحكيو تويكا على المغرب، الناس اللي تحب تمشي للمغرب فما رحلة تزوروا فيها على الأقل 7 مدن مغربية، الانطلاقة تكون من طنجة لمراكش بزوز ملايين و 699 دينار، والانطلاقة تكون من نهار 22 مارس ل 29 مارس. إذا كان نحكيو تركيا، دونك تركيا عندنا 3 رحلات على الأقل 3 باك نقولوا. الرحلة الأولانية باش تكون بمليون و 99 دينار بعد ما كانت مليون و 299 دينار. رحلة 2 مارس العودة نهار 7، 4 ل 9، 5 ل 10، 6 ل 11 مارس، 7 ل 12 مارس، من 8 ل 13، 9 ل 14، من 10 ل 15، ومن 11 مارس ل 16 مارس. الرحلة هذه فيها أوتيل 3 إتوال، 3 نجوم مع فطور الصباح مع ترانسفير غراتوي من إهداء ليبرتا فواياج. الباك الثانية نتاع تركيا هي بمليون و 799 دينار، فما أقلها 5 رحلات من 15 ل 21 مارس، من 16 ل 22، من 19 ل 25، من 20 ل 26 مارس، ومن 23 ل 29 مارس. الرحله هذه فيها عشاء في البوسفور من اهداء ليبرتا فواياج. للناس اللي تحب تمشي لتركيا تمشي مره هذه لترابزون وتمشي لاسطنبول، تعدي 4 ليالي في ترابزون وزوز ليالي في اسطنبول. الرحله هذه من 16 ل 22 مارس بزوز ملايين و 299 دينار. نحكيو كيف كيف على القاهره، نحكيو على مصر بلوتو، فما نايل كروز هي رحلة من تنظيم ليبرتا فواياج، تزور القاهرة أسوان والأقصر من 19 ل 26 مارس بزوز ملايين و 399 دينار. أكثر معلومات عن الرحلات هذوم الكل بإمضاء ليبرتا فواياج، أكثر معلومات باش تتصلوا على 71 90 56 56 ولا 20 782 782 والا 29 400 957 والا بيان سور لي سوبور ديجيتو دو ليبرتا فواياج، تدخل فيسبوك تكتب ليبرتا فواياج باش تخرج لك لوغ باج فيسبوك اللي تلقى فيها المعلومات الكل اللي تهمكم والاجابات اللي تجاوبكم على اسئلتكم الكل. زاد كيف كيف تدخل جوجل تكتب ليبرتا فواياج اكيد باش يخرج لك لوغ سيت ويب اللي ديما نقولها متقدم على الاخر تخي ديفلوبي، تلقى فيه
التفاصيل لي ديتاي الكل الرحلات لي ديستيناسيون لي مود دو بايمون كاين فما بيان سور تقسيط في الدفع. ميرسي البنات وسيناتور ديما افيك مسيو كاليتي فما كان دي بون كاليتي واحنا تويكا باش نحكيو ثقافه البنات وباش نحكيو برشا حاجات مسرح وسينما ودونك نقولوا كوميديا نقولوا الممثل والمخرج التونسي سفيان الدهز. باخي سفيان صباح النور ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك سلي يعني بي عليكم لما كم زيانه تعمل حمريتي ربطنا بالحمريتي بعد عيد الحب والله يقدر خيركم ربي يستر. سفيان باش نحكيو على جديدك الحمد لله وتبارك الله معناتها فما برشا جديد سفيان ما قبل نرجع بعد لي شيف. مرحبا بكم فاطمه مره اخرى مرحبا بضيوفك هوني فاتن باش تبدا الكعبر تاع السبناخ ايوه الوغ باش نعمل توا الصوص المرقه الكعبر السبناخ حطيت الدجاج صبيت عليه زيت زيان باش نحط عليه البصل بصل غابي وباش نفوحو بالملح والفلفل الاكحل نحطوش برشا ملح خاطر السبناخ فيه من بعد يصيب الملوحيه فلفل الاكحل وشويه كركم وشويه تب ومغيرفه طماطم سيكام دوبل كونسنتري ما نطيبو كان بالطماطم سيكام خاطر طماطم هايله ما تكحلش الطنجره ومعموله في الصيف وباش نحط شطر مغرف مغرفه نتاع هريسه سيكام هذايا بالنسبه للمرقه نتاع الكعبر السبناخ نخليهم يتقلاو شويه اونتروتون انا صمت السبناخ بيان سور اللي ما يعرفوش السبناخ راهو يفو افوار او موان 500 600 غرام سبناخ خاطر كي تصمت يولي هكا معناها ونحيو له التيج نتاعو ونغسلوه مليح خاطر السبناخ يلم برشا تراب يتغسل مليح مليح وما يتصمتش في الماء يا يتفور يا يتصمت يا يتحط في قلايه في الماء نتاعو هو في ساعة ما يهبى ومن بعد نعصروه مليح مليح والجو نتاعو هذاك هو اللي باش نمرقوا به الطنجره اللي هبط اللي عصرناه من السبناخ هو اللي نمرقوا به الطنجره ونخليوه تنجرة هذيك تطيب على روحها وهنا باش ناخذوا اللحم المفروم وك السبناخ اللي قلت لكم كيفاش صمتوا واللي قلتوا باش نفوحوا بيان سور باللفاح نتاعو اللي هو شويه ملح مش برشا جوست شويه على خاطر السبناخ مالح فلفل اكحل شويه تابل بيان سور ثوم وكم الكعابر هذوما الطريقه نتاع الكعابر هذوما باش نعملهم اكلي باش نكعبرهم باش نرميهم في الطنجره مانيش باش نقليهم باش نحط معاهم شويه شابلور جوست هكا مغرفتين شابلور بيان سور الجبن اخترت اليوم الادام والقوطه ريحته والقوده ريحتهم مع بعضهم وباش نحط فيهم زاده شويه جبن خاطر يبان لهم برشا لو فرماج المريح هذايا الخليط الكل نخلطوا مع بعضه ندخل الساعه لفاح في وسطك اللحم والسبناخ بالكدا ومن بعد نحط عليهم عظيمه هي اللي باش تلمهم ومن بعد باش نكعبرهم كعبرات كعبرات ونجي بعد ما يطيبك الدجاج هذاك قبل ما يطيب على الاخر نرميهم في وسط الطنجره تنوريكم من بعد ليتاب اللي بعدها نعطيك الكلمه فتحي. ميرسي فاتن انا عايش. هوني لي فون دو تارت نتاعي الاثنين حضروا باش نطيب الكريمه نتاع اللي بجدي تحت الفغاز اللي هي عندي إتر حليب حطيت عليها اربع مغارف سكر وعندي زوز باكوات كريمه باتيسيير سمارت شيف هي اللي باش تكون الباز نتاعي نتاع التارتو فريز هنايا نحطهم كلهم افخوا ونحط نطيبهم وبحذاهم هما اما تحطوا معون صغير فيه معجون مشمش وتزيدوه شويه ماء باش نلمعوا بهم بعد التارتو فريز والا اللي عنده ناباج يخش شويه ناباج ما حتى المشمش معجون المشمش بنين ياسر نحلوه بنكيتا ماء ونسخنوه ومن بعد ليتاب هذيا نتبعوها مع بعضنا كيفاش باش نلمعوا الطاقت نتاعنا لطو اللي نطيب الكريمه ترجع لنا فاطمه.
ميرسي بوكو للشيف. الوغ نرجو نحكيو مع سفيان الدهش الممثل والمخرج التونسي. سفيان قبل ما نبداو نحكيو على جديدك نحب نحكيو في حكايه اخرى، انه الناس عرفتك في نسيبتي العزيزه وفما ناس عرفوك تويكا في السكتش تعملهم في البرامج. انا واحده من الناس عرفتك في المسرح مهرجان المسرح في قفصه 2008 2009، وما كانتش هذا جمله معناها ما كانش كوميديا هي اللي تعرف بها سفيان، بالعكس كان هو المخرج اللي يحكي في مسرحيه هكايا شويه سيريوز وكل شيء. دونك علاش هالتبديل هذا سفيان؟ لا هو مش تبديل، هو الحقيقه وقت التجربه اللي عملناها في مركز فنون دراميه الركحيه بصفاقس وقت خدمنا على دي زوبيرات معناها فهمتني، وكانت تجربه ناجحه برشا. عملنا مسرحيه الشعراء وحسون الليلي، موال طيور الليل، عطشان يا صبايا، البورني وجولييت، عملنا جي خمسه ولا سته معناها مسرحيات غنائيه. عملنا افتتاح الحمامات مرتين، كان فما توجه ممكن وقت خدمت انا شويه على الدراما معناها وقتها نتذكر في معناتها مهرجان المسرح في قفصه قلت لك 2008 2009 الناس وقفت وصفقت ومعك ديجان معناها مش معروفين برشا في المسرح ومحلاها برشا المسرحيه. هذيك موال طيور الليل وقتها بدات المرحله هي حتى فيها حكايه. موال طيور الليل وقتها نعرضوا فيها في الحمامات وقتها وزير الثقافه نسيت اسمه نرفز ما عجبتوش الحكايه خاطر وقتها نحكيو على باستي بوتيتر لا بن عاشور تنرفز على خاطر ما عجبوش الميساج اللي تعدى من المسرحيه وقت دخلنا شويه في العائله نتاع الحاكمه وكذا رغم انها كانت انا ماهيش كما تو كل شيء يتقال مباشره كانت مغمومه شويه اما فهمها وخرج في نصف العرض. ووقتها السيد الوالي سي محمد امين العابد نذكر كان مثقف جدا وكان انسان يحب الثقافه قال ما فهمش حتى مشكل كملوا المسرحيه نتاعكم ما عجبتوش ما عجبتوش امور ما دخلوش السياسه في هو بيدو ولا هي في الاخر مش اذواق هو توجع عليهم معناها تحس بهم ممكن تخاف على روحه شويه مع انه صحيح ولا هكاك اما هو ياسر راجل محلاه سي بن عاشور بالحق مثقف ويشجع المثقفين والدليل ما صارت لكش مشكله من بعد سوفيا لا ما صارت لكش مشكله هذاك عليك العلم والاخراج لصابر الحامي وقت ليزوبيرات هذوما اخترت تويكا تبعد على الاجواء هذيك معناها نقولوا احنا الجديه ولا الاوبيراليه وتمشي النهج الكوميديا خاطر ممكن الناس تحب اكثر الكوميديا سفيان. والله لا انا ما انا رغم من الاول معناها بديت كوميدي معناها من الاول ما بديت نخدم في التياتر اللي تو عندي تقريبا 25 30 سنه ممكن مسرح بخلاف الهواة ما انا بديت في الكوميديا من بعد دخلت باهي انه الواحد ينوع التجارب نتاعه في المسرح وحتى تو كان شفتش في نخدموا فيه على قناه 9 في الحق معنا العبره العبره ولينا مشينا شويه خاطر راهو التفرهيد الضحك يفرهد اوكي اما حتى راه ساعات الوجيعه هي نوع اخر نتاع الترهيب. لفيت انت تحكي عليها سي ديجا تو ديجاش. صحيت فوالا ونمسوا مواضيع خاطر احنا تو حسينا روحنا كانه معناها السياسيين في شيره والشعب في شيره اخرى معناها تحس كانه ماناش فاهمين بعضنا ولا حاجه كما كي حاجه مش مفهومه معناها تحس هم في شيره واحنا في شيره قلنا خلينا نقوم واحنا بواجبنا معناها كمبدعين ولا كمثقفين ولا ك انه وعلى الاقل خلينا احنا نتلاقوا واحنا بالشعب وهم تو كي يلقاو فضاء يتلاقوا يطلع شوفوا روسي ولا صافي. صباح الخير صفية مرحبا بك في الماتينال. انا نحب نسالك على المسرحيه اللي هي الليله عرسوا انت والممثله رانيا التومي، كنت تحكي لنا عليها شويه المسرحيه. المسرحيه انا ورانيا التومي وسعد الزيداني سعد الزيداني صادق حلواس المخرج هو في الحقيقه احنا حبيناها التجربه هذه واللمه هذه معناها كانت فما برنامج انه نخدموا حاجه تكون في الفودفيل يعني المسرح الكلاسيكي العادي اللي فيه قصه خرافه وعقده وبعد انفراج العقده المسرح العادي الطبيعي معناها فهمتني ونبعدوا شويه معناها خاطر تو اكثريه اغلب الاعمال المسرحيه اللي قاعد تعدى في الصيف وكذا كلها اعمال معناها نوع دي ستاندارد انواع اخرى نتاع مسرح تنجم تلقى الرواج كما تنجم ما تلقاش. المهم احنا قلنا خلينا نعملوا حاجه بسيطه
وضامره وقريبه للناس، وكل يدخل يتفرج في حكايه وفي خرافه ويشيخ ويتفرد. والحقيقه كانت لما مزيانه. ان شاء الله نهار 27 مارس باش يكون العرض الاول، مازلنا ما حددناش القاعه وينما باذن الله نهار 27 مارس باش يكون اول عرض، وان شاء الله تبدا الانطلاقه ونتاكد انه العمل باش يكون مزيان برشا و وناجح وفيه جو فيه ما كما تعرف. 27 مارس اليوم الوطني ولا العالمي للمسرح، اي هكاك الفتره هذيك نتاع اليوم العالمي للمسرح. يعرف يدوز مليح. عمله سفيان، انا فرحانه برشا اللي ريتك اليوم. حبيت نسالك، مانيش بناخذك بنفس ولا ناخذك بالعين، نقول لك قداش تخدم؟ لا ما شاء الله على خويا، وبالحق تو ميريت، خاطرك بالحق من القلائل اللي بالحق يخدم، يعرف كيفاش يقسم وقته. لك اللي هنا باش تكثر شويه لي برودكسيون بين تلفزه مسرح، وعندك الهربه اثنين ان شاء الله على قناه التسعه في رمضان السنه، كيفاش باش تحاول سفيان توفق بون الحاجه لاتول واحد لهنا اللي كلهم في الكوميديا؟ يعني ماكش تتخلص من بيرسوناج باش تدخل في تراجيديا، ولا باش تدخل في ما نعرفش انا في ستيل اخر ولا دراما. الكوميديا بيدا ما تختلف من شخصيه لشخصيه، ومن كما قال بيرسوناج بيرسوناج. اما احنا اللي كما نقولوا اللي عاملين برشا مسرح، فهمت؟ يعني الحمد لله من اللي تقريبا عمري 14 سنه ما فماش عام ما عملتش مسرحيه، معناها كل عام عندي اذا كان مش زوز. الور باش تلقى الواحد عنده خزانه نتاع كيما واحد عنده خزانه نتاع الدبش نتاعو، هذا الدبش نتاع الطباخ، هذا نتاع شنو هذا هكاك. احنا عندنا الخزانه نتاعنا المخزون اللي كسبناه في 30 عام، انا نجبدوا منه. مش سهل الواحد باش يخدم، انا اما كيحاول يوفق معنا في الامور الكليك ان شاء الله ناجحوا. سنين في الهربه سنين، فما حاجه جديده باش نراو نفس اكيد اكيد باش مفاجات جديده، وفما برشا دمار، برشا جو، برشا ضحك. فما عمل جدد معاكم في الهربه سنين ولا؟ اي فما تجديد في النص في الاخراج. اكيد اكيد باش يكون فما تجديد، واكيد خاطر احنا تو تعرف نخدموا على ولو اني انا مانيش معاهم برشا في حكايه الكونكيرونس وكذا، احنا في الاخر نخدموا باش ننجحوا احنا، ومن بعد البرودوي يفرض روحه. صحيت ولا انت اللي باش يخدم هو باش يركز على الخدمه نتاعو، باش يحاول انه يقدم حاجه باهيه للمتفرجين. ومهم ياسر انه نلقوا برشا انتاجات وبرشا اعمال تخلي الشعب يشيخ. باهي الشعب يشيخ. زاد مع سفيان مش كان في كان معناتها عملت فيلم معناتها اللي احنا ان شاء الله غدوه باش نحكيو اكثر مع المخرج والسيناريست اللي هو مشكي وعاود. التجربه نتاعك سفيان. والله الحقيقه انا تعتبر هذه تجربتي الثانيه في تونس في السينما. الاولى كانت التلفزه جايه هكا ولا لا؟ في الشاق واقع. الشاق واقع فوالا. نصر الدين السيلي، وكان فيلم له قصير له طويل. بين بيني بيني اي نجم يلقاه في اليوتيوب الناس اللي تحفر فيه، خاطر يقتل بالضحك. فيلم يفتق بالضحك. جات الفرصه هذه مش بعيد على الشقوق في بالك. تقريبا نفس نفس الثنيه. صحيح ماشيين تقريبا نفس الثنيه. مشكي وعاود معناها كيفاش يقولوها الحكايه اللي بين فترتين، معناها انه واحد يكون في 2019 ويعاود يرجع ل 2009. ما نعرفش شو يحب يقول المخرج، حن ل 2009 ولا تقول لنا غدوه ولا هارب من 2019. الحقيقه معناها كيف زاد مثلا انا اول مره نتقابل مع بسام ومع كريم جعفر بالطبع خدمنا مع بعضنا برشا. اول مره نقابلوا مع بعضنا الحقيقه كانت لما معناها باهيه مزيانه وحلوه، وكان الهدف نتاعنا من الاول وقت حكينا على الفيلم انه كما قال قيس، قال مانيش باش نركز برشا على المسائل التقنيه بقدر ما باش نركز على انه نعمل فيلم بالحق يضحك. بالحق ولا الحق فيه ضحكه وفيه معناها ميساج وفيه دنيا. واعتقد انه من خلال العرض الاولاني نجح بالحق، نجح خاصه معناها تشوف رده فعل القاعه. معناها ومش سهل راهو تو الجمهور العادي ما ينجمش يكذب عليك، كان ضحك ضحك، ما ضحكش ما ضحكش. معناها كي تبدا الفيلم تقدم فيه ولا حتى مسرح يتقدم فيه قدام تقنيين وقدام فنانين وقدام مختصين، ديما المساله تكون اصعب. كان قدام جوري بالضبط كانك تعمل في امتحان، لانه حتى حد ما باش يعدي لك حتى شيء بالسهل. وتبدا بكلها شهاده الجارد، وحتى اللي باش يضحك يعمل هكا وزعما زعما ما ضحكش زعما كح، فهمتني؟
على كلاش تكون اصعب. انا اعتقد انه الجمهور تو كي باش يدخل يتفرج باش يعمل شبعه ضحك بالحق، وباش فما دي ميساج تتعدى، خاطر احنا في الاخر تو هما يكتشفوا في الاخر احنا لا جينا يسار لا جينا يمين، معناها ولا ما تعرفش شنو الشخص جينا عايشين بين 2019 عايشين وما مانيش عارفين نروحنا وين. سفيان اخر سؤال كان تسمع، كما قلت في العام تعمل مسرحيه وساعات زوز مسرحيات، ونجم نذكر انا بين قوسين وذيب رزق السيب، تو عندكم مسرحيه ليلى عرسو، الدعم لهنا اسكو فما دعم ياخذوا سفيان والا لا؟ والله شوف فيما يخص مركز الوطني للفنون الدراميه هو مركز تابع وزاره الثقافه، فيما يخص مثلا وذيب ولا رزق السايب ولا هما اعمال مدعمه من وزاره الثقافه، من وزاره الثقافه. بالنسبه لنا احنا الاخرى فما اعمال اخرى نعملوهم على حسابنا، على حسابنا الخاص، والسوق يجيب منها يجيب لانه بالحق العروض مدعمه. تو نشوف برشا زملاء تو كي هذه تواجدت نقولوه وزاره الثقافه، انا برشا زملاء تو يخدموا في السيف ومازالوا تو يستنوا في اخلاص العروض نتاع السيف، السيف الاخر قريب يخلط. انا فما شويه مشاكل في الحكايه هذه، ان شاء الله ان شاء الله يلقاو طريقه ويلقاو حل للنجم نجمو معناها زاد، خاطر المبدع في تونس راهو معناها ظروفه مش جيده، ظروفه ما هياش، ما عندناش سوق كبير للنجم، ما عندناش سوق كبير للنجم نخدموا فيه للنجم، والممثل ما يرتاحش. انا الممثل جيل مصر كما نقولوا احنا السيزون، شوف كان خطف مسكين باش يصبر مسلسل ولا رول ولا كذا هاكا يلقى باش يعيش الفتره الجايه، ما نخاش معناها الحبل على الجراره ويقعد معاناة. معناها هذه زاد يلزمها حل كما ما عملوا الصندوق المبدع ولا شنو هو مانيش عارف، ولا هو تو قاعد يخدم ولا مش قاعد، وقاعد يدعم ولا مش قاعد. يلزم رؤيه زاد، خاطر المبدع ما نجيش نلوم عليه، انت تقول للفنان الفنان زاد يلزم يلبس بالباهي، يلزم ياكل بالباهي، يلزم يبرفن بالباهي، من حقه معناها باش يعيش عيشه باهيه. احنا نمثل ابسط واحد معناها في ال يلزم نخمم في غدوه سفيان زاد راه تخمم كي تبدا عندك انتاج ورا بعضه، وانت اذا كان تخدم السنه وعام الجاي ترتاح تبدا تصرف تكردي نتاع تصرف نتاع عام الاول وتكردي للعام الجاي. معناها مثلا ما يلقاش كيفاش، انا نعطيك اكزامبل احنا تو كي والله يحلينا باب تو مثلا واحد كي محمد اليانجي، معناها ممثل كبير محمد اليانجي تاريخه ويحكي عليه، والراجل ولد الفرقه القاره، مازالت عنده مشكله بتاع الفرقه القاره، تخلي يخدم معنا في مركز فنون دراميه، الحقوه بمركز فنون دراميه، ووقعت عركه بين خاطر كانوا يسبوا في سي ان اس اس ولد سي ان ار بي اس، ما تصبتش الفلوس بعضها التقنين ما نفهمهاش كيفاش الحكايه، الفلوس بعضها ما تصبتش، تو خرج جانتريت بشهريه 120,000 يلا مانيش باش تعيش الراجل، وزيد توا ما عادش حتى على التلفزه ما عادش يعيطوا له برشا، من احنا الغالبه من بالكوارجي شفت كيفاش، معناها اذا كانوا فان موسم نتاعه ما تعرفش كيفاش يعيش. ان شاء الله يلقى لها حلول، وان شاء الله الممثلين الكل يلقاو حل ويلقاو لهم ما نعرفش كيفاش شنو الطريقه باش ينجموا يعيشوا ويكملوا شويه كرامه بعيشتهم بشويه كرامه. باهي ميساج ممكن شويه درامي يختمنا به مع كوميدي كيما سفيان الدهش، اما باقي هذا هو الميساج اللي يلزم يوصل حتى وكان بطريقه هكا شويه قويه. ميرسي بوكو سفيان الدهش، يعطيك الصحه، شرفتنا سيدي. انا زيدني شرف، وان شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك، ان شاء الله نشوفوكم في الخير وبلادنا تولي بخير ان شاء الله، وتحس الامور وعلى ربي باذن الله. نمشي ونرجعوا بعد نشوف. مرحبا بكم فاطمه، مرحبا مره اخرى. الوغ فاتني شنو عندك توا؟ الوغ عندي توا الصوص نتاعي اللي بالدجاج هذايا اللي وريتها قبيله للساده المشاهدين كيفاش وقتي فوحتها، وعملت وفوحت الكعابر زاده قدامهم، كعبرت الكعابر نتاع اللحم المفروم بالسبناخ، وتوا باش نرمي الكعابر يتيبوا في وسط الصوص. هذايا بالنسبه للكعابر السبناخ. نعدي لك الكلمه فتحيه. ميرسي فاتن، انا هوني كيما تشوفوا عندي لي دو تارت نتاعي قاعده نزين فيهم، لكن مانيش باش نزين نفس الزينه، نعمل الدوره الاولى عملتها فغاز كامل، الدوره الثانيه نجي نقص الكعبه على شطرين خاطر منظر الفريزه كيما يبدا مقصوص يبدا شباب ياسر، الوغ نقص على اثنين
ونحطهم هكايا مقلوبين باش نعطي فورما نتاع النواره، والصفة اللي بعدها نعملها مسكره وانا ماشيه نزينوها كيما نحبوا. راهو هذاك الزينه اختيار شخصي كيما تشوفوا هنايا. قاعده حطيت الدوره الاولى كاملين، الثانيه مقصوصين في اثنين ومحلولين باش يعملوا منظر مزيان، ومن بعد باش نسخن الناباج والا قلت لكم المشماش سيكام، المعجون المشماش سيكام هو اللي باش يلمع لي الطاخت نتاعي هذه المزيانه اللي طاخت فغاز من اسهل لي طاخت اللي نعملوهم. الوغ انا كامل نزين هذوما وترجعوا نلمعوها جميع ونشوفوا اش باش نكملوا مع بعضنا. ميرسي لي شيف. احنا تايكا جينا الفقر دو الجماعه، دونك نبداو بسي عماد. بونجور سي عماد. صباح النور. صباح. حبيت نكسر ما حبيتش نلبس بالاحمر. كان اليونيت قالت بالاحمر. جيت بالاحمر ما حبيتش يكونوا الاربعه في الاحمر. صحيح. كسر شويه ما يسالش. اليوم باش نحكيو في موضوع كالعاده مهم جدا اللي هو الجار. والجار للجار رحمه، والنبي عليه الصلاه والسلام وصى لا. اما فزتها في حكايه الفلوس ما عجبتنيش ياسر. جارك ما يسلفكش، الحقيقه انا جيراني يسلفني. مش تسليف، نخبي فلوسي عنده مالك. راك جاري كان عندك فلوس تحب تخبيهم. كان عندك فلوس تحب تخبيهم. وبالحق للعلم انه احنا كنا جيران مع بعضنا، راك تشوفوا في الجيران محلينا معنا. بالظهر. باهي نبداو صفية. انا كما قلت لكم يا فاطمه ويا جماعه اللي بحذايا باش نهزكم لبرشا مواعيد ثقافيه معايا اليوم. بالحق الشيخه بنينه ياسر معايا في الاجندا كولتوريل باش ندير لكم اول العروض لو 24 فيفري واللي هو اليوم. عندنا موعد للبالي دو دونس تونيزيان بمدينه الثقافه بفضاء المبدعين الشبان. اسمه العرض هذايا لي تخوا ميستيك. بالحق عرض ياسر مزيان وياسر محلي، تلقاوه مع 7 متاع العشيه بمدينه الثقافه بفضاء المبدعين الشبان. نقعدوا مع اليوم، اما اليوم راهو باش ينطلق الدوره، باش تنطلق بلوتو الدوره الثالثه لمهرجان المدينه الجاز. دونك الناس المغرومه بالجاز وبالموزيكا والستيل ميوزيكال هذايا، بالحق عندكم اوبورتونيتي كبيره على الاخر باش تعيشوا ايفينمون ياسر مزيان، اللي هو باش يبدا من اليوم لو 24 مارس، من 24 فيفري حتىش لو 1 مارس بالنادي الثقافي الطاهر الحداد. ديما تلقاو العروض ابارتيغ من 7 نتاع العشيه. نمشيو الغد لو 25 جانفي، اش عندنا؟ عندنا مسرحيه نخاف لا ننسى لمنى بالحاج في الكاتخيام مارس، هذا كيف كيف مع 7 نتاع العشيه. نهار 26 فيفري، نهار 26 فيفري عندنا عرض فيلم مهم ياسر، هو لو غون روتور نتاع كليند ايستود. الفيلم اسمه لو كا ريشار جوال. بالحق فيلم درامي ومقتبس من قصه واقعيه، فيلم ياسر مزيان، وانا بالحق نشجع الناس الكل باش تدخل تفرج الفيلم هذايا. تلقاوه في لاغورا مع 9:15 نتاع
الليل. لو 27 فيفري عندنا العرض الجميل، العرض الحدث اللي هو عرض زياره اللي عنده سنين وقاعد متواصل كل مره يتحفنا بالجديد، عرض زياره لسامي النجمي تلقاوه مع 7:30 نتاع العشيه بالمسرح البلدي. لو 24 فيفري عندنا كيف كيف سلسله العروض نتاع ملا جو لكوثر الباردي وجلال الدين السعدي، تتواصل سلسله العروض هذه ويمشي لقاو عرضهم بالمسرح البلدي نهار 28 فيفري مع 7:30 نتاع العشيه. نهار 28 فيفري يا فاطمة عنا كونسير نتاع ألا واللي هو الغابور تونيزيان علي اللي تلقاوه بالفضاء أو المركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس مع 7 نتاع العشية. لو 29 فيفري زاد كيف كيف عنا عرض البيك بوسا بالمسرح البلدي 7:30 نتاع العشية. لو 29 فيفري أوسي عنا عرض سلمى إشكيلي كيف كيف قلت زاد كيف كيف عرض ياسر مزيان للموزيكا الجاز، الناس اللي تحب الموزيكا هذيا دونك عندهم عرض ياسر مزيان بالاكروبوليوم دو كارتاج مع 6:30 نتاع العشيه. مازالوا لي زوز عروض برك بالحق اي نوتي. عندنا لو 29 نقعدوا كيف كيف مع مسرحيه رقعه او لو كارو اللي تلقاوه بالاتوال دو نور او نجمه الشمال مع 4 نتاع العشيه. واخر عرض هو لو 1 مارس وانا فرحانه بالعرض هذا خاطره ستاند اب الممثل او كوميديان من القدس جينا من فلسطين واللي هو علاء ابو دياب تلقاوه بالحق هي ستاند اب ياسر مزيان وياسر حلو. كنت حليت هكا كيلكو سيكونس على اليوتيوب يهبط فيه هو بدا مسيرته دي سيكونس فوالا يوتيوبر بالحق. عرض ياسر مزيان تلقاوه بالمدار بكارتاج مع 6 نتاع العشيه بالحق. هاكا عملت بكم دوره طويله وعريضه في لاجوندا كولتوريل عروض مسرحيه وفنيه تلقاوهم. تابعونا بالحق في الحلقه باش تاخذوا بوكو دو دات. ميرسي بوكو. ان شاء الله صفاء نالت اعجابكم كما يتفضل. مانيش اعجابها. نجيو مع غوسي ستايل. جا وقت غوسي ستايل واليوم قلت باش نحكي عن نساء الضعاف برشا على خاطر حكينا على الفام غوند اما فما زاده برشا نساء ضعاف برشا ويلقاو مشكله كيفاش يلبسوا ولا كيفاش ينسقوا لي لوكم نتاعهم ويقول لك ديما يلقاو مشكله انهم ما يعرفوش خاطر يظهروا ضعاف برشا وحتى احنا نسميوها لا فام انفون. دونك هوني بديت بالسيليكسيون الاولى اللي هما لي بونتالون ابوش اللي هما ديجا معناتها من ستيل نتاع البنطلون ولا الموديل اللي توا زاد توندونس البنطلون الستيل شويه ميليتير نلقاو فيه دي بوش ان بو بارتو سورتو او نيفو دي انش هوني باش يعطيك دي فورم معناتها لي بوش هذوكم هما اللي باش يعطيوك معناتها الفورم ان بو فيمينين يبداو هكا واسعين شويه وحتى فما زاد اللي ماهمش واسعين برشا اما يبدا فما لي بوش بلاكي وهوني الستيل هذا يعطينا شويه دي روندور للي فام اللي يبداو ساقيها ياسر جويدين. نتعدى بكم للسيليكسيون الثانيه واللي هما لي جوب بليسي. وي لي جوب بليسي من اكثر لي جوب اللي يعطيونا دي فورم ياسر حلوين اي دي معناتها ان ستيل هكا تخي فيمينا. دونك هوني كي نتحب افيك دي تالون اي سورتو انا نقول لي بوت زاد اللي فيهم الدراباج هكا يعطينا زاد دي فوليوم في السيلويت نتاعنا بالبول اوفر سايز ولا بالبلازير ومعها السانتور. دونك هوني لو برانسيب للنساء ضعاف برشا انهم ديما دو كريي دي فوليوم في السيلويت نتاعهم باش ما يظهروش معناتها ياسر ضعاف ولا الستيل نتاعهم يكون هكاك كما قلت لا فام انفون. دونك نتعدى بكم للسيليكسيون الثالثه واللي هما لي بول هذوما معناتها البول اون غروس ماي ويبدا فيهم دي ديتاي نتاع لي فولون. هوني الفوليوم اللي باش نجيبوه الفوق معناتها في الـ في الـ في البارتي الفوقانيه نتاع الكور نتاعنا. دونك اكثر هي ناخذوا كل حاجه فيها ديتاي معناتها لي مانش بوفونت لي فولون لامبريمي لي كولور زيد هكا فلاشي نبعدوا على لي كولور سومبر نختاروا اكثر الوان تبدا هكا جي معناتها كيما الجون عندنا الفيولي البلو مي ديما لازم فما ان ديتاي في الـ في الـ في القطعه اللي باش ناخذوها. هوني ينجموا يكونوا الماريول ولا حتى دي بلوز ونعرفوا توا لي بلوز لو ستيل رومانتيك اللي فيهم برشا لي فولون زاده من ستيل اللي دارج في الموسم هذايا. دونك حتى هذه ستون استوس باش تنجم تعطي ان فوليوم للبدن نتاعك. نتعديو بكم للسيليكسيون اللي من بعدها واللي هي هوني باش نحكي اكثر على لا ماتيغ اللي هو الفلور كوتلي. دونك هوني الفلور كوتلي من اكثر لي ماتيغ حلوين. هوني نحب نقول النساء هذوما نبعدوا اكثر على لي ماتيغ فلويد نمشيو للي ماتيغ ريجيد. دونك هوني ناخذوا لي ماتيغ اللي هما يبداو خشين برشا كيما التويد كيما الفلور المهم الصوف زاده في المراول ولا حتى في لي جيلي ديما تبدا ماتيغ خشينه شويه باش تزيدنا شويه كيلكو سنتيمتر في اللوك نتاعنا وتعطيك ان بو معناتها دي فورم. دونك هوني لي كولور زاده نشوفوا الغوز
الروز البوردو ولا حتى المارون غلاسي. هذوما الالوان المحببين للمخفو هذه. نتعدى بكم للسيليكسيون اللي من بعدها واللي هما لي روب امبريمي دونك هوني لامبريمي فلورال وسي الروب هذايا اللي هما سي دي روب ما فيهمش معناتها كوب سي با دي روب سنتري بالعكس سي دي روب اوفر سايز واسعين حلوين برشا يعطيونا ان فوليوم هوني حتى كان لا ماتيير الي فلويد مي لا كوب هوني اللي هي باش تعطينا الفوليوم المزيان دونك اكثريه تمشيو على الجونغ دو معناتها نتاع الروب هذايا السيل نتاع لي روب هذا ولا البيضه نشوفوا الديتاي اللي في الكول فما دي فولون وال او نيفو زيد دو لا بواترين اي دي مانش ولا معناتها اللي فيهم لامبريمي فلورال نشوفوا زيد اللي فما الفولون الملوطه معناتها الفروفرو هذاك الكل يعطينا ان فوليوم للسيلويت نتاعنا وتظهر هكاك احلى برشا. نتعدى بكم للسيليكسيون الاخرانيه هوني نحكي على لي بلوزون ولا لي دودون دونك هوني لي دودون بالحق من اكثر النساء اللي تمشي معاهم لي دودون على خاطر هوني نعرفوا الدودون فيها برشا فوليوم دونك تعطينا ان فوليوم ياسر حلو ستيل فيمينا معناتها ان ستيل يولي هكا لو ستيل نتاعك يولي فيمينا وسيرتو هوني في الكوب مثلا نشوفوا الدودون الكحله التصويره اللي على اليسار مع البنطلون اللي هو شويه امبل حكينا على الجين الامبل دونك هذايا من الستيل اللي تنجم تلبسهم المراه اللي هي ياسر ضعيفه ولا لا فام انفون دونك هذايا كانت لي زاستوس اي لي موديل اي لي ستيل اللي تنجموا معناتها تاخذوهم بعين الاعتبار كان تحبوا وتنسقوا اللوك نتاعكم دونك كانت هذايا اليوم غوسي ستايل غدوه بيان سور اكثر دي ديتاي اي توجور دي لوك جدد. ميرسي بوكو غوسي. احنا تويكا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا. مرحبا بكم الناس الكل اللي تتفرجوا فينا بيان سور سنستو بالكوان هذايا الكوان اللي نجيبو لكم فيه لافاريت الهبال واللي بخي اللي هما امباتابل وامبوسيبل تلقاهم في بلاصه اخرى. اليوم رجعت لكم باوفر جديد اوفر هبال اوفر ايدا وخوة الكيت المجموعه نتاع طناجر هذايا. نبدا لكم اول كاركترستيك بالنسبه للطناجر هذوما واللي هما متكونين من ثلاثه كوشات عازله للحراره وتوزع الحراره بطريقه متوازيه وكيف كيفها متساويه باش الماكله ما تشدناش وما تشتناش. هذايا اكبر سوسي واكبر مشكله اللي تعانيها المراه اليوم في كوجينتها وفي الطناجر نتاعها انهم ياسر يشدوا ويلصقوا الماكله. دونك شنو نوريكم انا الريبارتيسيون نتاع الشاله هذوما هما الثلاثة دوائر هذوما هما اللي وزعوا الحرارة بالتوازي وبالتساوي على كامل الطنجرة. حاجة أخرى بالريبارتيسيون تشالور هذايا دونك النار راهي ما توصلش لا للجناب ولا لليدين. دونك مع الطناجر هذوما اللي هما من شركة أو إم إس العالمية اللي عندها كريديبيليتي كبيرة واللي هي إكزيستونت وموجودة عندها 30 سنة سوغ لو مارشي. هذايا حاجة الأولى. الحاجة الثانية لاتو نتاعنا اليوم الحاجة السبيسيال اللي عندنا في اللوفر نتاعنا اليوم هما لي كولوري الألوان اللي متوفرة معانا في الكيت او في الطقم هذايا نتاع الطبخ الوان ياسر مزيانه. دونك اللي تبدل في كوجينتها والا اللي ناويه تزهز وناويه على العرس والا اللي تحب تبدل ديما طقم الطبخ عندها في الكوجينه دونك ما تخممش وما تحيرش. اليوم الالوان متوفره بصفه كبيره. عندنا الغاز هذايا الياسر مزيان الغوز بيبي اللي موجود قدامي، عندنا الاكحل اللي بالغوج، عندنا البرونز، عندنا الدوري اللي هو هكا مستصفر، الوان ياسر مزيانه وتتماشى مع لون كوجينتك خاطر نعرفوا المرات التونسيه ياسر وقيسر تحب الديكوراسيون تاع الكوجينه. اليوم وصلنا لك الديكوراسيون يا سيدي حتى للطناجر، طناجرك باش تكون اسورتي مع كوجينتك ومع انت الالوان اللي تحبها. اليوم مع او ام اس راهو صوم حنين ومرفق على الاخر. الطقم هذايا كان صومه 799 دينار قلنا ليه برشا عليكم نعملوا لكم صوم. اليوم الطقم هذايا ب 649 دينار يا بلاش. كيف كيف التوزيع باش يكون مجاني على كامل تراب الجمهوريه. دونك نذكر بارقام الهاتف وين تنجموا انتم تشريوا وتريزرفيو طقم الطبخ هذايا نتاعكم. نلقاو الرقم 29 626 626 والا الرقم 20 907 000. نعاود الارقام مره اخرى 29 626 626 والا ال 20 907 000.